اخبار اليوم. نادي الزمالك مين اللي بدا معاك المفاوضات؟ اللي بدا معاه المفاوضات مصطفى كيتا، مصطفى سيف العماري عضو مجلس اداره، وشريف منير واحمد مرتضى طبعا. بعد كده قعدت مع سياده المستشار سياده المستشار بقى خلص بس هو راح يكلمني بصراحه، يعني هو راح يكلمني في التليفون سياده المستشار، المستشار مرتضى منصور. يعني هو كلمني مرتين، قال لك ايه بقى في المكالمات؟ كنت في معسكر وايمبي كلمني فقال له فترالو، فقال انا سياده المستشار مرتضى منصور. لا انا عملت ما لسه سياده المستشار، انا بس انا لازم اقول لازم. فقال انا الو انا مرتضى منصور يا محمود. محدش بيقول لي محمود دي، يعني كله يقول لي كهرباء. فانا بصراحه اتخضيت، فانا بص للرقم، انا رقم مميز بس ما كانش معايا. فقال لي قلت له عملت كده والله العظيم لسه. فقال لي فبقول لي قلت له مش كده سياده المستشار كده. قال لي ايوه مش عارف ايه. قال لي ان عليك نادي الزمالك وخلص مع انبي واللي انت عاوزه والكلام ده كله. قلت له والله حضرتك انا موجود في نادي انبي حضرتك، بس خلص مع نادي انبي كل حاجه وانا تحت امرك في اي حاجه والله العظيم. خد الكلام وتاني يوم خلص كل حاجه، بيكلم بقى والنف يعني بيفعل في كل زادت حاجة. محبتك للمستشار مرتضى منصور، لقيته راجل عقل، لقيته انسان عامل وكل حاجه. وهو لما رحت انا كمان مضيته كده قال لي انت اديتني كلمه وانت جيت نفذت، يعني نفذت وعدك انت ووالدك. بس فالحمد لله، انا بقول الحمد لله. لا انت راجل، مفيش خلاف على انك انت راجل الحمد لله وفي الملعب حاجه جامده جدا، واضافه نادي الزمالك ونادي الزمالك اضافه ليك.